بدأت لجنة من النيابة الإدارية ووفد من مجلس الوزراء ووزارة الصحة بالتحقيق في واقعة انهيار سقف مستشفى الطب النفسي بطنطا بعدما فوجئ أعضاء اللجنة بسقوط أجزاء من السقف المعلق المنهار عليهم أثناء تفقدهم المستشفى، ما أصابهم بالفزع وأبدوا استيائهم الشديد لما تشهده المستشفى من إهمال جثيم. في الوقت ذاته أصيبت امرأتان بجروح وكسور في انهيار كوبري للمشاة بمنطقة العامرية بالإسكندرية وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. دكتور مدحت، الحقيقة يعني أنه البعض بيربط بين التغييرات الوزارية التي هي بلا أجندة واضحة وبين الإهمال الجثيم الذي يعني بلا نهاية وبلا حلول جذرية. هل من المنتظر أن نفاجأ تلك المرة بتعديلات وزارية تأتي بوزراء يهتموا في حقيقة الأمر بأمر المواطن؟ أهم من هذا أن يأتي وزراء يستطيعون العمل في فريق. أنا أعتقد أن الهدف من هذا التعديل، ولم تكن هناك مساحة في السؤال الأولاني لمزيد من الاستفاضة يعني، لكن هذا التعديل يعني يناط به أن يحقق قدر من التناغم في عمل فريق العمل، خاصة المجموعة الخدمية والمجموعة الاقتصادية. هذا ما أؤمل عليه، كل ما أخشى أن يكون مجرد سد خانات، خصوصا مع الاعتذارات الكثيرة وأن ضروري أن يكون هناك تعديل وأن الناس في انتظار تعديل فنقوم بالتعديل وخلاص. طبعا هذا يعني نستثني منه بعض الأسماء الجيدة والمبشرة التي سمعناها، لكن الأسماء وحدها لن تعمل إلا في إطار فريق كما تقدم. هذه الأزمات تحدث ليس بسبب مشكلة في الوزارات أو يحسمها أي تعديل وزاري، هذه الأزمات التي نسمع عنها كل يوم سببها الأساسي عدم وجود إدارة مخاطر مؤسسية، إطار عام لإدارة المخاطر المؤسسية، وعدم وجود لا مركزية في المحليات وفي المحافظات المصرية. إذا كان هناك مركزية ستحل هذه الأمور بأقل تدخل من الوزراء وبعدم تدخل أصلا لهذه الجهات الرقابية. يعني الحمد لله أن الرقابة الإدارية مدعوة الآن للنظر في جدوى كثير من المشروعات قبل أن تنشأ وكثير من الكباري قبل أن تبنى، لأنه واضح أن مسألة الكباري دي فيها مشكلة. يعني ده مش الكوبري الوحيد اللي وقع امبارح في كوبري تاني برضو سقط بخطأ من وينش هنا في 6 أكتوبر. فيعني الحمد لله ان ربنا بيسلم في عدد الضحايا والمصابين، لكن ما ينفعش ان احنا نعتمد فقط على هذا.